طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، تحية عطرة، أهلا وسهلا بكم، محييكم في برنامج مستقبل الوطن. أنا مختار الفقيه وألتقيكم للحديث عن أوضاع فئة من الناس، فئة من أبناء الشعب اليمني لم يعرفوا لا هم ولا أسره ولا أسرهم لم يعرفوا لا هم ولا أسر ولا أسرهم طعم العيد ولا مذاقه. مر عليهم العيد بالحزن بالبكاء بالألم وبالوجع، ليس هو العيد الأول وربما ليس الأخير، نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم. كل عيد وهم ينتظرون لم الشمل والخروج من خلف القضبان والالتقاء بالأهل والأولاد والأصدقاء والخلان. إنهم المختطفون في سجون الميليشيات، ميليشيات الحوثي وغيرها من الميليشيات الخارجة عن القانون. هذا العيد الذي قضاه الكثير منا بين أهليهم وذويهم ومع أحبابهم يفرحون ويمرحون، لبسوا الجديد وأكلوا من الطعام اللذيذ وفرحوا وخرجوا في المتنزهات. هذه الفئة وهم بالآلاف في هذه السجون الظالمة لم يعرفوا صلاة العيد ولا شمس ذلك اليوم، ولم يلبسوا الجديد، ولم يفرحوا مع الناس. ليسوا هم فقط بل ومن خلفهم الآلاف من أفراد أسرهم. اليوم نسلط الضوء مشاهدين الكرام على معاناة هذه الفئة في وضع لا إنساني، ويعني وضع يعني لا أخلاقي أيضا ارتكبته ميليشيات الحوثي باختطافهم ظلما وعدوانا من أماكن عملهم ومن نقاط السفر والتنقل بين المحافظات، وأودعتهم غياهيب السجون والإخفاء القسري وأذاقتهم ويلات التعذيب الجسدي والنفسي لسنوات عديدة. كيف مر العيد على المختطفين وأسرهم، وإلى أي مدى تجاوبت وتعاونت معهم جهات متعددة إما رسمية أو مجتمعية أو منظماتية؟ هذا الموضوع مشاهدينا سأناقشه مع ضيوفي الأعزاء، وفي المقدمة منهم المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة. محامي عبد الرحمن أهلا وسهلا وطابت أوقاتك بكل خير. أهلا وسهلا، السلام عليكم ومساء الخير لك والجميع المشاهدين، ومساء الخير على أسر المعتقلين وعلى معتقلينها في كل السجون والمعتقلات. وعليك السلام والرحمة محامي عبد الرحمن، ومعك سنناقش هذا الموضوع ومع أسر المختطفين. سينضم إلينا بعض من أهاليهم ينقلوا لنا هذه المعاناة، أولا لتظل قضيتهم حاضرة يعني أمام الرأي العام وبين أوساط المجتمع والمنظمات، والحديث أيضا الموجه نحو الحكومة وغيرها، وثانيا تمجيدا لهذه التضحيات والبطولات التي والصمود الذي يعني يقدمونه من أجل قضيتهم ووطنهم، وهو وطننا وقضيتنا جميعا. سنتابع أولا هذا التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس، ومن ثم نبدأ نقاشنا وتسليطنا الضوء على موضوعنا. عيد عاشر بدون أبي، عبارة يحملها طفل فتنوء الجبال بحمل ما يحمله القلب الصغير وما تحمله من معاناة الانتظار الطويل. يقول أطفال المختطفين ببراءتهم: أعيد أبي ليعود العيد. تذهب نداءات الطفولة باحثة عن بقايا إنسانية لدى الخاطفين، أو شعور بالمسؤولية لدى المبعوث الأممي وغيره من المعنيين. وكحالها ككل مرة منذ سنين، لا تسمع نداءات الطفولة سوى صداها ناتج عن الاصطدام بجدار الاختطاف المتوحش، أو وعودا أممية باتت عنوان الخذلان لكل اليمنيين. الأمهات والزوجات مر عليهن أيضا عيد آخر وهن على رصيف الانتظار يغالبن الألم بما تبقى من أمل. وكما وقفت أمهات المختطفين وزوجاتهم مرارا تحت حرارة الشمس، لم يتردد عن الوقوف تحت المطر المنهمر. فأمام المعاناة التي تحترق بها القلوب يغدو معيار الطقس رجوع المختطف المنتظر، فيما تبقى قطرات المطر عاجزة عن غسل وجع الدمع المنهمر.
وهي دمع قهر لا يوقفه سوى إيقاف أسوأ مسلسل اختطاف، اختطاف خطف الفرحة ومعنى العيد من أسر كثيرة بعضها لا يدري حتى اللحظة أفي الأحياء من غيبهم الاختطاف أم في الأموات. وهي حال تجعل الألم مضاعفا ويضع الأمهات في موقف ضعف أمام تساؤلات الطفولة التي تستعصي على الإجابة، فكيف تفهم الطفولة أن إنسانا قد يفعل كل ذلك بإنسان مثله؟ وفي كل عيد يسألني أطفالي أين بابا؟ لا أستطيع ولا أدري بما أجاوبهم، أهو مات أم موجود؟ أنتم أيتام أم شبه أيتام؟ لا أدري ماذا أقول. هي إذن مناسبة أخرى مرت على أسر المختطفين والمغيبين دون أن تحمل روح الفرحة وحقيقتها، مناسبة حضرت فيها دموع الأطفال والأمهات شاهدة على انسلاخ من الإنسانية لدى الخاطفين وخذلان لدى من تناشدهم الأمهات منذ سنين، وما بين وحشية الجلادين وتخاذل المعنيين تصاعد وجع الطفولة وتضاعف قهر الأمومة، واختطف عيد آخر من أعياد عائلات المختطفين. الفؤاد فارس على هذا التقرير، تقرير أيضا مليء بالأوجاع، أوجاع هؤلاء المختطفين. وأجدد الترحيب بالمحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة. أستاذ عبد الرحمن، استمعت إلى يعني حديث إحدى زوجات المختطفين وهي تقول أن ابنتها في كل عيد تسألها أين أباها، كيف يمكن الإجابة على هذا السؤال؟ نعم، مثل هذه الكلمات أنا أستمع إليها يوميا عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي مع أسر المعتقلين، ويعني كثير من الزوجات المعتقلين دخل أزواجهم قبل 5 سنوات وأكثر إلى السجن ولديها طفلة صغيرة أو طفل صغير لا يعرف أباه، هي تلجأ إلى الصور لتعريف والده عنه وتقول هذا أبوك سيخرج غريبا، كان أبوك يرعاك وأنت صغير وكان يحبك وكان تظل تحكي عن أبوه الذي هو لا يعرف. بعض المختطفين إلى الآن لا يعرفوا أماكن وجودهم، لدينا مختطفين يعني منذ 5 سنوات وبعضهم من 4 سنوات لا زال مصيرهم مجهول، لم تصح جماعة الحوثي ولا أيضا ميليشيات الميس الانتقالي عن أماكن تواجدهم أو أيضا عن مصيرهم حتى الآن. يعني هناك وجع كبير جدا تعانيه أسر المعتقلين، لا يلتفت إليهم كثير يعني من الجهات، وأيضا المنظومة الدولية بمؤسساتها غابت كثيرا عن هذه القضية. كان باستطاعة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي أن يحدثوا شيء في قضية المعتقلين، لكن للأسف الشديد كرسوا جهودهم في الجانب السياسي الذي فشلوا فيه فشلا ذريع، ربما لو بذلوا قليلا من الجهد في الجانب الإنساني والمتمثل في قضية المعتقلين لحققوا شيئا منه. المبعوث الأممي زار صنعاء عشرات المرات، لو أخرج في كل مرة 5 معتقلين أو 10 معتقلين ربما يعني كان الوضع يختلف في هذه اللحظة مع كثير من أسر المعتقلين. نعم، محمد عبد الرحمن، كيف يمكن توصيف الحالة الشعورية والوجدانية لأسر المختطفين وللمختطف، والأعياد والمناسبات تمر وهم بعيدين عن بعض وحتى الزيارات لم يتمكنوا منها؟ طبعا هو تعيش أسر المعتقلين نساءهم أمهاتهم أطفالهم حالة من الوجع والألم في كل وقت، لكن مع في المناسبات تزداد هذه المشاعر ويزداد هذا الوجع وهذا الألم عندما يرى أطفال المعتقلين، الأطفال يذهبون مع آبائهم إلى الحدائق وإلى زيارة الأقارب ويمشون أمامهم في الشوارع مع أطفالهم يحتضنونهم ويمسكون بأيديهم، يشعروا بحالة من الوجع والألم يعني كثير. أعتقد أنه يؤثر هذا نفسيا على الأطفال وأيضا هو يؤثر كثيرا على عائلة المعتقل يعني بشكل عام، ولكن على الأطفال يعني بشكل أخص. لذلك أعتقد أنه رابطة أمهات المعتقلين ركزت في الفترة الماضية على قضايا الجانب النفسي للأطفال المعتقلين، ووفرت بعض البرامج كي يعني تحاول أن تخفف من هذا الوجع وهذا الألم وهذا حالة الإحباط النفسي التي يعانوها. نعم،
يعني العيد يعني مر بفرحته عند الكثير من أبناء الشعب اليمني ومعاناته أيضا عند آخرين، وفئة المختطفين واحدة من الفئات التي فعلا العيد بالنسبة لها كانت بمثابة أحزان أكثر مما هي أفراح. كيف تابع الجميع وضع المختطفين؟ إلى أي مدى كانت هذه الفئة حاضرة في أوساط الناس في في أوقات فرحهم؟ هل هناك إغفال لهذه الفئة؟ هل هناك أيضا لاحظت اهتمام؟ هل هناك لاحظت أيضا تحرك لمساندة حتى الأسر والأطفال المغيب عنهم ذويهم سواء قبل العيد أو بعده؟ هناك اهتمام من قبل بعض منظمات المجتمع المدني والناشطين والذين يتابعون قضايا المعتقلين وأيضا يتواصلون مع أسرهم، لكن هناك إهمال من الجانب الحكومي وأيضا من جانب المنظمات الدولية وأيضا من المنظمات التابعة للهيئات الأمم المتحدة. يعني أنا أقول أنه نحن نلاحظ يعني في فترات العيد، تخيل أنه الناس يذهبون جميعا يعدون يشترون الملابس ويشترون أدوات العيد وجعلة العيد، ولكن أسر المعتقلين يبحثون عن وساطة كيف يستطيعون أن يوصلوا. نعم نسمعه. كيف يستطيع أن يوصلوا الطعام؟ هل مسموح إدخال جعلة العيد؟ هكذا يظل الحوار، هل سمحوا؟ لن يسمحوا؟ سيسمحون؟ لن يسمحوا بإدخال كذا؟ مسموح كذا وغير مسموح كذا؟ يعني حالة من الوجع والقلق والألم، بينما تذهب الأسرة العادية تشتري في خلال دقائق أدواتها وتعود إلى البيت وتمارس حياتها الطبيعية برغم الوجع الذي يعيشها الوطن بشكل عام. لكن يختلف مع أسر المعتقلين الذين هناك منهم المرضى ومنهم المتعبين ومنهم المسنين ومنهم الذين أصيبوا بالعاهات ومنهم من أصيب بحالات نفسية. يعني تعيش أسر المعتقلين في العيد ألم مضاعف عن بقية الأيام، لأنه لا يستطيعون الزيارة، لا يستطيعون خصوصا في هذا الظروف منعت الزيارة نهائيا. أحيانا يسمح لهم بإدخال بعض الأشياء وأحيانا لا يسمح لهم، يعني هذا وضع مأساوي بشكل جديد كبير لا يمكن أن يوصف يعني في كلمات قليلة. نعم محامي عبد الرحمن، يعني في الوقت الذي كان يقضي اليمنيون فيه أفراح عيدهم الأضحى كان هناك اثنان من الذين هم في سجون الميليشيات الحوثية قضوا نحبهم وتوفوا في داخلها في أيام العيد. ما المعلومات لديك حول هذا الموضوع وماذا يعكس أيضا؟ نعم هناك اثنين من المعتقلين توفيا خلال فترة العيد، والمعلومات الأولية تقول أنه سبب الإهمال الطبي وعدم نقلهم إلى المستشفى، كانوا بحاجة إلى بعض الفحوصات وإلى علاج وإلى رعاية طبية إلى تغذية جيدة، لكن جماعة الحوثي تعمدت أن تتركهم في السجن حتى توفيا. ونحن نقول أنه هذا هو القتل البطيء. جماعة الحوثي تمارس عمليات إزهاق الأرواح للمواطنين لكل من يعارضها، إما عن طريق القصف أو التعذيب أو الإهمال الطبي أو وضع المعتقلين كدروع بشرية، وضع المعتقلين في ظروف غير صحية في ظروف إنسانية تؤثر على حياتهم، وهذا يعني يعتبر انتهاك الحق الإنساني في الحياة التي يعني جرمت هذا الشريعة الإسلامية والقانون اليمني والمواثيق الدولية. عشرات الأعياد مرت على العديد على الكثير من اليمنيين المختطفين في سجون الميليشيات الحوثية، ربما يعني 5 سنوات في كل سنة عيدين، وهم يعني مغيبون عن أهلهم بعيدين عن ذويهم يعانون الأمرين. يعني الآن نحن أو اليمنيون داخلون في السنة السادسة والمختطفون في هذه الوضعية وفي هذه الحال، يعني إلى أي مدى يمكن أن تمضي هذه الميليشيات في غيها وظلمها لهؤلاء الناس؟ في حال ما إذا استمر هذا الإهمال وعدم التحرك الحكومي والتحرك الأممي، ستستمر ميليشيات الحوثي في ممارسة هوايتها في إذلال الناس وفي تعذيبهم وفي التنكيل بهم وفي الجعل. يعني هم يتخذوا هؤلاء المعتقلين كنوع من ترهيب الناس وإخافتهم وضرب المثل فيهم، يعني حتى يخاف المجتمع من أن يواجه هذه الميليشيات، لذلك
كان واجب على الدولة، واجب على المجتمع بكل أفراده أن يقف مع المعتقلين ومع أسرهم حتى يتم تحريرهم من ما هم فيه وما يعاني فيه من الأسر، ويصبحوا أحرار وطلقاء. وهذه أقل واجب يمكن أن تقدمه الحكومة وأيضا المجتمع بشكل عام والمجتمع الدولي نحو هؤلاء المعتقلين. نحن نتعامل مع معتقلين أبرياء، مع مدنيين، مع أسادة جامعات ومع أطباء ومع معلمين ومع مربين ومع خطباء مساجد. نحن نتعامل مع طبقة راقية من طبقات المجتمع، كانت كل جريمتها إنها أحبت الوطن، كل جريمتها إنها كانت تقول تنادي بالحرية، تنادي بالمساواة، ترفض عسكرة الحياة المدنية وتدعو إلى بناء الدولة. وبذلك كان عملية الانتقام مارستها جماعة الحوثي بهذا الشكل البشع. نعم، ابقى معي محامي عبد الرحمن، أشرك معي في هذا الحوار عضو رابطة أمهات المختطفين الأستاذة أسماء الراعي. أسماء، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم أستاذ مساك. أهلا وسهلا أسماء. يعني كأسر للمختطفين يقضي أبنائهم السنوات الكثيرة في سجون الميليشيات الحوثية ظلما وعدوانا، مر عليهم العيد هذه المرة ربما كسابقاتها، فكيف كان العيد على المختطف وعلى أسرته؟ نقول في البداية أن هذا ليس أول عيد بالنسبة لأسر المختطفين، لكن قد تكون الآلام ازدادت والأوجاع ازدادت والشوق ازداد. يأتي كل عيد يفتقد فيه أسر المختطفين الفرحة والبهجة، لا يستطيع أن يشاركوا البقية فرحة العيد ولا بهجة العيد في ظل أن آبائهم وأبنائهم وأزواجهم موجودين خلف القضبان لدى جماعة الحوثي. أعتقد أن كل مباهج العيد تختفي عند هذه الأسر، بل يأتي العيد عليهم بمثابة حزن وألم وطامة كبيرة تقع على هذه الأسر، يفتقدون فيها يوم العيد فرحة العيد بقدوم الأب من بعد صلاة العيد، يفتقدون فيها فرحة الخروج مع آبائهم. الأمهات تفتقد زيارة أبنائها في هذا اليوم كيوم العيد. كل هذه الأمور أعتقد أنها تأتي مؤلمة سنة بعد سنة في كل عيد، سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر، كل هذه الأعياد تمر عليهم بآلام كبيرة لا نستطيع أن نعطيها حجمها مهما قلنا عنها. بالنسبة للمختطفين أعتقد أن آلامهم هم كذلك تزداد كل سنة بعد سنة، أوجاعهم تزداد. يأتي العيد عليهم وهم في الظلمة، لا يشعرون بفرحة العيد وبهجة العيد. يأتي العيد وهم يتمنون أن ينظروا إلى ضوء الشمس، أن يتنفسوا الهواء النقي. يأتي العيد عليهم ويفتقدون فيها أسرهم. يأتي العيد عليهم كطامة بالفعل في ظل هذه السجون. يأتي العيد عليهم وهم أحيانا يفتقدون حتى لصحتهم في ظل أن جماعة الحوثي تحتجز 31 مريضا يعانون من أمراض مزمنة ويعانون كذلك من إهمال صحي متعمد. نعم. طيب أستاذ أسماء، يعني بما يتعلق يعني المختطفين في سجون الميليشيات وأيام العيد بالتحديد وما قبل العيد، كيف تعاملت الميليشيات مع حقوق أبسط حقوق المختطف وأسرهم، مثلا من زيارات، من إدخال أشياء خاصة بالعيد؟ يعني كيف كانت حركة وتواصل الأسر مع المختطفين؟ للعلم أن الزيارات ممنوعة في ظل تفشي مرض كورونا في السجون، منعت عن الأسر الزيارات بشكل عام. أعتقد أنهم لم ينالوا من النصيب إلا من سمح له الاتصال بأسرته أو التواصل مع أسرته لطلب مصاريف أو علاجات. أما بالنسبة لتواصلهم مع أسرهم فأعتقد أن هذا شيء لا يستطيع المختطف داخل سجن أو داخل معتقلات جماعة الحوثي أن يتواصل بشكل مستمر مع أسرته. ناهيك عن وضعهم السيء في السجون، إلا أن هذه الأمور كلها تجعل من اتصالهم أو تواصلهم بأسرهم يعطيهم شيء من البهجة أو شيء من السعادة،
إلا أن هذا الموضوع لم يكن بالشكل المستمر الذي يستطيع فيه الأسر أن تطمئن عليهم بها، لكن نقول نسأل الله عز وجل أن يفرج همهم وأن يحقق لهم بإذن الله الحرية التامة بإذن الله. طيب في نقطة أخرى أستاذة أسماء، يعني كيف كان التعامل المجتمعي أيام العيد مع أسر المختطفين، ولأي مدى كان هناك ترابط ومواساة ومؤازرة لهذه الفئة التي ظلمتها هذه الميليشيات، لا لذنب إلا لمواقفها الوطنية وكذلك المنظمات سواء الخيرية أو الحقوقية؟ أعتقد أن هذه السنة كان هناك تآزر بسيط نحن افتقدناه في السنوات السابقة من المنظمات كالإغاثات أو هكذا. نحن استطعنا أن نوصل للأسر بهذه المنظمات حتى نخفف من معاناتهم، وأعتقد أنه في هذه السنة كان هناك إقبال رائع. نشكر الجميع لتعاونهم والتفاتهم لهذا الملف. نحن نؤكد أن ملف المختطفين لم يعطى حقه سواء محليا أو دوليا. قضية المختطفين إلى الآن لم تأخذ حقها الحقيقي في هذا الملف. إلى الآن الكل يتغاضى عن هذه الجرائم التي تحصل في سجون جماعة الحوثي. نقول أن هناك انتهاكات تطال أبناء المختطفين داخل السجون، سواء من تعذيب، سواء من الإخفاء، سواء من الحرمان الصحي، سواء من حرمانهم من تواصلهم مع أسرهم. كل هذه الأمور تطال أبناء المختطفين والكل صامت عنها. نحن نناشد في كل وقفة، لا في كل وقفة لرابطة أمهات المختطفين، وفي كل بيان وفي كل مناسبة لنا نناشد فيها كل الأطراف أن تنظر إلى هذا الملف أو إلى هذه القضية. نحن نأمل أن يتم حل هذه الإشكالية في قضية المختطفين وأن ترى أسرهم أبناءها بأقرب وقت. لكن الآن نقول أن قضية المختطفين وملف المختطفين لم يعطى حقه لا محليا ولا دوليا بالشكل الصحيح. نستطيع أن نقول أن هناك بعض تسليط الضوء في عندنا في تعز حول المختطفين أسرهم إعلاميا، القنوات في هذه الفترة أعتقد أنها استطاعت أن تغطي نوعا من القضية واستطاع الجميع أن يتفاعل معها. لكن نحن نأمل بتفاعل أقوى، نأمل أن يجد أبناءنا النور من تحت تسليط الضوء القوي على هذه القضية وعلى هذه الفئة التي إلى الآن لم تجد من يحرك هذا الملف بقوة. الأستاذة أسماء الراعي عضو رابطة أمهات المختطفين كنت معنا، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك لنا هذا الحوار ونقل هذه الصورة وهذه المعاناة لهؤلاء المختطفين المسجونين في سجون الميليشيات الحوثي ظلما. وفي حقيقة الأمر أمام هذه الآلام والأوجاع أستاذ عبد الرحمن إلا أن الخارجين منهم والناجين من هذه السجون سواء بصفقات التبادل أو بالإفراج بالمال الذي تمارسه الميليشيات الحوثية يخرجون بعزيمة وقوة وشكيمة، يعني وكأن تلك الأيام والسنون يعني لم تمر بهم، يعني سبحان الله يخرجون مواصلين للنضال، مواصلين أيضا للعمل والكفاح، ولم يغيروا ولم يبدلوا رغم التعذيب الذي مورس ضدهم من قبل هذه الميليشيات. نعم، هو لا يمكن كسر إرادة كل من يؤمن بفكرة الوطن والحرية والدولة وبناء الدولة والمستقبل الأفضل لأبناء وللأجيال القادمة. هؤلاء هم أصحاب فكرة الدولة وفكرة الحرية، قد آمنوا بها وخرجوا منذ 2011 ومن ما قبل 2011 يناضلون من أجل هذه المبادئ والقيم التي ذكرتها، وبذلك مهما تعرضوا من تعذيبهم هو يزيدهم إصرارا على أهمية وجود الدولة حتى لا يتكرر هذا العذاب وهذا الألم وهذا الوجع في الوطن مرة أخرى، ولا يتكرر لأبنائهم ولا للأجيال القادمة. يعني هناك إصرار من قبل كل فئة المجتمع على أن المضي قدما في استعادة الدولة وفي تشكيل مؤسساتها واستعادة مؤسساتها وبناء هياكلها، يعني
بما يتناسب مع هذه التضحيات العظيمة التي يقدمها أبناء الشعب اليمني. أنا أعتقد أنه السجون لا تصنع إلا أحرار، ولا تصنع إلا أبطال، ولا تصنع إلا أكثر ناس إيمانا بفكرتهم وبطنيتهم واعتزازهم بانتمائهم إلى الهوية الوطنية. نعم، يعني 5 سنوات أستاذ عبد الرحمن والميليشيات تحتفظ بالآلاف في سجونها، يعني لماذا كل هذه المدة؟ يعني هل الغرض منه لأنها تعلم أن يعني أسراها يتساقطون بالعشرات بأيدي الشرعية كل مرة وكل يوم، وبالتالي هم يستخدمونه كضغط أيضا وورقة للتبادل؟ هذا واحد من الأسباب، هو يستخدمه المدنيين ويستخدمه الشباب والأساتذة الجامعة في مبادلة بقتل، يعني بمقاتلين في الجبهات. يعني هذا شخص، هناك فرق بين شخص مدني يؤخذ من وظيفته، من عمله، من مدرسته، من مسجده، من الشارع، من داخل بيته، وشخص أخذ من الجبهة وهو يقاتل وهو يسفك الدم وهو ينتهك حرمات الله في كل مكان، قتل المواطنين، يعني مارس انتهاكات، يعني أسقط الدولة، استولى على المؤسسات، نهب، سرق، مارس كل بشاء، يعني كل شيء بشع مارسه. هناك فارق كبير جدا. والأمر الآخر الذي تقوم به الميليشيات أسباب الاعتقال هو أنه هؤلاء هم قادة الفكر والتنوير في المجتمع، أرادوا أن يغيبوهم حتى يستطيعوا أن يجهلوا المجتمع، لكن المجتمع اليمني يعي هذا الوجع والألم في اليمنيين، جعلهم يصحوا على هذه الكارثة التي حلت في الوطن. وبذلك تلاحظ أنه جماعة الحوثي لو وجدت الفرصة للناس جميعا للفوضوها، لو شعر الناس بجدية التحرك في إسقاط جماعة الحوثي وأنه هناك الضوء الأخضر للتقدم إلى المناطق التي تسيطر عليها، سيخرج الناس من كل بيت يطردوا هذه الجماعات ويبعدوها عن مناطقهم. لكن لا زال اليمنيون ينتظرون هذه اللحظة بفارغ الصبر، لقد ذاقوا والويل والمر والجوع والفقر والألم والتعذيب والاختطاف والإهانة والابتزاز وكل بشايع الدنيا التي يمكن أن تقال مارس الحوثيين بحق اليمنيين. نعم، محمد عبد الرحمن والمشاهد الكريم، سنخرج إلى فاصل قصير. مشاهدين الكرام، نعود من بعده لإكمال حوارنا مع ضيفنا حول كيف مر العيد على المختطفين وأسرهم بعد سنوات قضوها في سجون الميليشيات الحوثية، وسنكون معكم مع متصلين أيضا من أسر المختطفين ونسمع منهم ويعني كيف قضت هذه الأسر أيام العيد وكذلك المختطفين ذواتهم. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حلقتنا مع المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة حول كيف مر العيد على المختطفين وأسرهم. أجدد الترحيب بك محامي عبد الرحمن. فيما يتعلق بوضع المختطفين وفي الوقت الذي يقضي فيه الآلاف من أبناء الشعب اليمني ظلما وعدوانا في سجون هذه الميليشيات، تذهب هذه الميليشيات هذه الأيام للحديث عن ما يسمونه بيوم الغدير ويحتفلون بأن الله أعطاهم الحكم وأن لهم الحكم بمجرد أنهم يتولون علي بن أبي طالب. ما بين هذه الممارسات الظالمة وادعاءات الحكم، كيف ينظر المتابع والمشاهد والمواطن لهذه الجماعة؟ هو نوع من السخف، ونعيش مسرحية هزلة تمارسها جماعة الحوثي. يعني لا يمكن أن تنسب هذه الممارسات البشعة التي يمارسونها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو إلى أحد أفراد أسرته أو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خارجون عن الخط نهائيا، هؤلاء يستخدمون الدين من أجل يعني السيطرة على المجتمعات ومن أجل جعل الحكم فيهم فقط، يعني بطريقة دينية هم يستخدمون الدين من أجل فقط يكون أداة من أدوات السيطرة على الحكم. لا يمكن الإنسان ينتمي إلى دين أو إلى ملة سمحة وفيها الرحمة أن يمارس
هذه البشاعات بحق المعتقلين، بحق أخوها الإنسان يعتقله ويعذبه ويقتله، يعني نرى صور بشعة تخرج من سجون ميليشيات الحوثي. عندما رأينا صورة الشهيد التويتي وخرج لا يعرف وجهه ولا جسمه، لا تشعر ما الذي أمامك، هل هي جثة إنسان أم هي قطعة فحم، ماذا مارس الحوثيين. حتى عرضنا هذه الصور على بعض الأطباء الشرعيين، كل واحد أتى برأي مخالف الرأي الآخر. البعض قال هذا صعق بالكهرباء، والبعض قال هذا ضرب بأسلاك شائكة بصورة بشعة، والبعض قال هذا استخدام الماء الحار حتى قتلوه. لا يعني بسبب يعني بشاعة ما حدث لهذا الشخص، وهذا نموذج واحد للمعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت. أنا استمعت إلى شهادة أحد المعتقلين كان بجوار هذا السجين عندما كان يعترض للتعذيب. حقيقة لم أستطع أن أكمل التسجيلات التي سجلها لي بسبب بشاعة ما كان يوصف ما كان يحدث لهذا الشخص. مواطن عادي جدا تقبض عليه في إحدى المناطق التفتيش أو نقاط التفتيش، بعد 3 أيام يتحول إلى قطعة يعني فحم. أنا أقول إنه هؤلاء بعيدين عن الإسلام، بعيدين عن الدين، بعيدين عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يستخدمون الدين فقط من أجل السيطرة على الشعوب، من أجل قهر الشعوب، من أجل ابتزاز الشعوب، من أجل سرقة الشعوب. وبذلك هم اليوم يمارسون، يسعون إلى إبعاد هؤلاء المعتقلين، لأنهم أداة التنوير، هم من يوعون المجتمع، يريدون إفراغ المجتمع من الكادر المتنور، من كل من لديه الشجاعة والجراءة في قول كلمة الحق، حتى يستطيع إدخال هذه الخزعبلات وهذه الأفكار التافهة التي لا يقبلها عقل إنسان. عندما يبقى يعني عامة الناس هم يفتكرون هكذا، أن اليمنيون سيتقبلون هذا الأمر. اليمنيون أكثر معرفة، حتى الناس الأميين، الناس الذين لا يفقهون شيئا في التعليم، لكنهم يعرفون أن الإسلام جاء دين الحرية، والدين ترك للناس اختيار حاكمهم واختيار من يمثلهم، وأن الجمهورية جاءت بمبادئ الإسلام التي جعلت الناس أحرارا ينتخبون من يشاءون، ويرفعون إلى الحكم من يشاءون، ويسقطونه بالصوت لا بالسيف. نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني الصحفيين المختطفين أيضا، والذين يقدمون أيضا لما يسمى بمحاكم عبثية هزلية تقيمها الميليشيات الحوثية، المختطفون معاناتهم أيضا لا تقل عن معاناة زملائهم من المختطفين. مشكلتهم بالنسبة للحوثي أنهم استخدموا الكلمة والقلم، وهذا أرعبهم كثيرا. بعض هؤلاء المختطفين يعني مؤخرا يعني فقدوا يعني عزيزين عليهم، مع مثلا المنصوري فقد والده دون أن يتمكن من زيارته، وهكذا الكثير من الناس. كيف حال هؤلاء المختطفين الصحفيين بالذات منهم؟ ما المعلومات لديك؟ نعم، هو المعتقلين الصحفيين كان نالوا نصيب أكبر من التعذيب ومن الانتهاكات. حتى في مرحلة المحاكمة مارست جماعة الحوثي عليهم التعذيب حتى وهم يحاكمون، أرادوا منهم أن يقولوا أشياء أمام القاضي وأن يعترفوا بارتكابهم للجرائم أمام القاضي حتى يبرروا بشاعة ما ارتكبوا بحقهم. عندما رأوا العالم كله يضج من في كل بقاع الأرض، يعني المنظمات الدولية والإنسانية والناشطين في كل مكان، ووزارة الخارجية والسفارات كلها أدانت الجرائم التي ارتكبت بحق هؤلاء الصحفيين، أرادوا أن يبرروا جرائمهم وأرادوا أن ينتزعوا منهم اعترافات، فمارسوا معهم أبشع أنواع التعذيب ومنعوا عنهم الزيارة، وحتى صدر الحكم بإعدام 4 أشخاص والإفراج عن البقية والاكتفاء بالمدة التي قضوها، لكن إلى الآن ترفض جماعة الحوثي الإفراج عنهم. وأبلغ النيابة العامة بأنه جميع المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام والمحكوم بالإفراج عنهم، هذولا نحن بحاجتهم إلى أن نحن نبادل بهم أشخاص عندنا. حتى الذي أمر القضاء بالإفراج عنهم قال الحوثيين بالنص الواحد للنيابة، هذولا نحن بحاجتهم لأننا نريد أن نستفيد منهم وأن نخرج معتقلين أو أسرى لنا من اللجان الشعبية التي تقاتل بجوارهم. إذن الحوثيين يستخدموا القضاء، يستخدموا المؤسسات القضاء، حولوها إلى إدارة من إداراتهم ومارسوا فيها عمليات القتل، يعني أو الأمر بالقتل، لأنه القاضي اتخذ قرار بالقتل
هو يعتبر اليوم جزء من هذه الميليشيات، لأنه قد فقد صفته كقاضي عندما صدرت القرارات بإلغاء هذه المحكمة، وبذلك هو يمارس باعتباره عضو في جماعة الحوثي وهو يمارس جريمة. وعندما لو نفذ هذا الأمر أو حتى لو لم ينفذ يعتبر القاضي مشارك في جريمة الاعتقال، وكل ما تعرض له المعتقلين يعتبر أعضاء النيابة والقضاء هم شركاء سيحاسبون في المستقبل عندما تستعاد الدولة، وإن شاء الله سيكون هذا اليوم قريب. يعني جماعة الحوثي بعد أن أصدرت حكم بالإعدام على 4 والإفراج عن مجموعة، اليوم تفاوض على الإفراج عن عدد من معتقليها مقابل هؤلاء الصحفيين. إذن هي تستخدم القضاء من أجل يعني عملية الانتقام، من أجل عملية يعني تطهير وتصفية جرائمها وبشاعة قذارتها التي مارستها بحق المعتقلين، تحاول أن تشرع لهذا بإصدار أحكام أو ما تسمى بالأحكام القضائية. نعم، كان هناك جهود ربما تحدث عنها المبعوث الأممي، وكانت تبدو وكأنها جادة وقطعت شوطا لإطلاق المختطفين والأسرى تحت بند الكل مقابل الكل، يعني وكانت أسر المختطفين قد تفاءلت خيرا بمثل هذه التحركات وهذه الاتفاقيات، إلا أنها توقفت ودخلت حالة من الموت السريري. يعني ماذا لديك حول هذه النقطة من معلومات؟ هناك إشكالية لما يقوم به المبعوث الأممي، يعني أعتقد أنه يمارس العمل السياسي ويخلط بالعمل الإنساني والعمل القانوني والعمل الحقوقي. الحرية لا يمكن التفاوض عليها ولا يمكن ربطها بالاتفاقيات السياسية. الحياة المعتقلين وأعمارهم ووقتهم وحريتهم لا يمكن أن تظل مرتبطة بالعملية السياسية. إن حدث إنفراج سياسي أفرج عن المعتقلين، وإن لم يحدث إنفراج سياسي يظل هؤلاء المعتقلين في السجون. يجب أن يفصل ملف المعتقلين والتعامل معه كتعامل قانوني حقوقي إنساني، باعتبار أن الحرية حق أصيل لكل إنسان ويجب أن يفرج عن جميع المعتقلين. نحن ندعو كل الأطراف إلى الإفراج عن كل المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب آراهم، بسبب أفكارهم، بسبب كلمة قالوها، بسبب موقف وقفوه. ندعو إلى الإفراج عنهم جميعا، ولا يجب أن يربط مصيرهم وحياتهم ومستقبل أبنائهم بالعملية السياسية. يجب على جميع الأطراف أن تبادر إلى عملية إفراج يعني سريع عن كل المعتقلين، باعتبار أن ما تمارسه هي جريمة بحق الإنسان، جريمة انتهاك للقانون اليمني وللمواثيق الدولية، وانتهاك لحقوق هؤلاء وحقوق أسرهم وأبنائهم، بل لحق المجتمع بأكمله. طيب أستاذ عبد الرحمن، سأعود وأكمل معك. معي الآن المحامية هدى الصراري، هي رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات. هدى، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومساء الخير. ومساءك سعيد. نتحدث عن كيف مر العيد على المختطفين وأسرهم، ويعني بالنسبة لعدن واحدة من المدن اليمنية التي تتواجد أو توجد فيها سجون غير شرعية ويوجد فيها مختطفون ومغيبون، كيف كان العيد مع هؤلاء ومع أسرهم؟ كيف يمكن توصيف واقعهم؟ أولاً أنت تعرف أن ملف المختطفين والمعتقلين في اليمن عموماً وفي عدن على وجه الخصوص ملف شائك نتيجة تباطؤ وتقاعس جميع الأطراف التي قامت بهذه الانتهاكات. كذلك أيضاً تداخل الملف الحقوقي مع الملف السياسي صار مرتهن بمزاجية أطراف الصراع أو الأطراف التي قامت بالاعتقال والاختطاف. كذلك صار الملف أداة ابتزاز في ظل تماهي المجتمع الدولي وعدم التحرك والضغط على الأطراف المنتهكة. بالتالي مصير المعتقلين والمختطفين في عدن والمحافظات الجنوبية ما زالت تشهد الكثير من التعقيد. السلطات ترفض رفضا يعني باتا وقاطعا أن تفرق على المعتقلين في ظل تفشي وباء كورونا الذي يهدد حياة هؤلاء المعتقلين داخل معتقلات بير أحمد وغيرها من المعتقلات السرية التي لا نعرف أين هي، والتي يشرف عليها ميليشيات، نقول ميليشيات مسلحة وسلطات غير رسمية لا تعترف بالقانون ولا تعترف بالقضاء ولا تعترف حتى بأوامر الإفراج التي أصدرت من قبل النائب العام ومن النيابة.
بالتالي مطالبة أمهات المعتقلين وأسر وذوي المعتقلين بالإفراجات والوقوف ليلا ونهارا في الشمس بالمطالبة بالإفراج لا يتم الاهتمام بها من قبل السلطات التي قامت بالاعتقال ولا حتى من قبل السلطات القضائية التي فعلا تفاعلت مع الملف لوقت قصير ومن ثم توقفت عن التفاعل نتيجة عدم مسؤولية الأطراف التي قامت بالانتهاك. بالتالي نحن كمنظمات مجتمع مدني وكذلك كمدافعين عن حقوق الإنسان للأسف ظلينا نضغط بشكل أو بآخر على المنظمات الدولية وكذلك أيضا على الأطراف، واتخذنا من هذا الملف عدة فعاليات وعدة مناشدات لكن للأسف لم تلقى أي آذان صاغية. فبالتالي وضع المعتقلين وضع مؤسف جدا، انعدام الأمن الإنساني والأمن الغذائي والأمن الصحي داخل هذه المعتقلات يعرضهم للعديد من المخاطر، كذلك أيضا ابتزاز السلطات التي قامت بالاعتقال وجعل هذا الملف أداة ابتزاز فيما يخص المختطفين أو حتى المعتقلين وإنهم حتى لم يحولوا إلى القضاء، هذا بالتالي أيضا مشكلة أخرى. لذلك نحن نواجه معضلة حقيقية في هذا الملف نتيجة أولا المماحكات السياسية والملف السياسي والأوضاع السياسية داخل اليمن التي صارت لا تلقي أي اهتمام لملف المعتقلين والمختطفين، كذلك أيضا غياب الكلمة الفاصلة للقضاء والنيابة في هذا الملف أيضا معضلة أخرى، عدم استجابة المنظمات المحلية في الضغط على أطراف الصراع بالإفراج عن المعتقلين كذلك هذه صعوبة أخرى، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي والمبعوث الأممي للأسف فقد البوصلة الحقيقية في الضغط على أطراف الصراع بأنه يتم الإفراج على المعتقلين وتخليصهم من هذا الوضع المأساوي الذي يعيشهم. نعم، أشرت إلى المماحكات السياسية هدى، في محامية هدى، فيما يتعلق بوضع المختطفين في السجون، ما تفسيرك لعدم إدراج ضرورة إطلاق جميع المختطفين في الرؤية الجديدة لتطبيق اتفاق الرياض التي وقعت مؤخرا والتي استبشر بها الكثير خيرا؟ للأسف حاولنا بشكل وبآخر إن احنا ندرج ملف المعتقلين ضمن اتفاقية أو بنود اتفاقية الرياض، لكن للأسف نظل ونقول أن الأطراف غير مسؤولة مسؤولية تامة عن مصير المعتقلين، لا يلقى هذا الملف أي اهتمام من قبل الأطراف في الجانب الشرعية أو جانب حتى الانتقالي، بالإضافة إلى أنه الاتفاقيات التي تمت من قبل لم يتم تنفيذ أي بنود بها وتتم مبادلة. أنا أتكلم عن القضية بشكل عام فيما يخص الشمال والجنوب، إن تتم حتى المبادلة والإفراجات بطرق غير قانونية وعبر وساطات وكذلك أيضا عبر شخصيات اجتماعية، لكن للأسف المسار الحقوقي والمسار القانوني مفقود في هذا الملف، خاصة فيما يخص المعتقلين داخل محافظة عدن والمحافظات الجنوبية. بعض المعتقلين لم تحول ملفاتهم إلى القضاء، وكذلك أيضا بعض المعتقلين قد أصدرت النيابة العامة أوامر إفراج بحقهم، لكن للأسف السلطات التي قامت بالاعتقال ترفض رفضا باتا التعاطي مع أوامر القضاء. كذلك أيضا سلطة الأمر الواقع في عدن والمحافظة الجنوبية تهمل هذا الملف وتعتبر أن المعتقلين هؤلاء مضطلعين بقضايا إرهاب. طيب إذا هم فعلا مضطلعين بقضايا إرهاب، لماذا لم تحال ملفاتهم إلى القضاء؟ لماذا لا يكون هناك للمسار القانوني كلمة فاصلة؟ حتى ممن هم قد أصدرت بحقهم أوامر إفراج ترفض تماما إدارة السجون وإدارة معتقل بير أحمد أنها تفرج على المعتقلين، أضف إلى أنه بعض الأسماء في عداد الإخفاء القطري لا نعرف هل هم ما زالوا أحياء أو قد لقوا حذفهم، بالإضافة إلى أنه حتى الإفراجات أو ظهور بعض الأسماء المخفيين الذين كانوا مخفيين منذ 2016 و2015 إلى يومنا هذا
يرفضوا كذلك التحدث إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم الظهور إلى الإعلام نتيجة الضغوطات التي مروا بها كذلك. فبالتالي مثل ما قلت لك هو الملف جدا معقد، الأطراف أيضا تتسم بالمزاجية وتتسم أيضا بعدم المسؤولية تجاه هؤلاء الضحايا. كذلك أيضا لا يوجد أي ضغوطات حقيقية دولية في هذا المسار، بالإضافة إلى أنه كذلك الشرعية للأسف عبر وزارة حقوق الإنسان وعبر وزارة الداخلية وعبر الجهات المختصة لا تتحرك تحركا فعليا ومسؤول تجاه ملف المعتقلين والمختطفين، حتى على المسار الدولي والمسار الحقوقي عبر المنظمات الدولية وعبر أروقة مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان. بالتالي الأمر كله هو عبارة عن تحرك للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المحلية بالتزامن مع النداءات التي أطلقتها الأمم المتحدة خلال تفشي وباء كورونا بضرورة الإفراج على المعتقلين نتيجة الوضع الصحي الذي يعانوا داخل المعتقلات. نعم، أيضا بالإضافة إلى تحركات أسر هؤلاء المختطفين عبر بعض الوقفات، هذا كل ما في الأمر، بينما من يناط بهم أن تكون عليهم المسؤولية يبدون بعيدين كثيرا عن القيام بمسؤوليتهم على أكمل وجه. المحامية هدى الصراري رئيس مؤسسة الأمور السياسية عن الملف الحقوقي، إيه رئيس مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، تفضلي، كنت تريدين أن تقولين شيئا. عبر قناتكم أناشد أولا الجهات المسؤولة في الشرعية أن تقوم بواجبها تجاه هؤلاء الضحايا، كذلك أيضا أناشد السلطات في المحافظات الجنوبية وكذلك أيضا في المحافظات الشمالية بالامتثال للإجراءات القانونية فيما يخص المعتقلين الذين أصدرت بحقهم أوامر إفراج وكذلك أيضا الذين تم اتهامهم واعتقالهم بسبب خلافاتهم أو بسبب توجهاتهم السياسية والذين لا توجد أي تهم أو أي أدلة لإدانتهم قضائيا. كذلك أيضا أدعو المبعوث الأممي وكذلك المنظمات الدولية العاملة بهذا الملف بالتحرك الفعلي والمسؤول بالضغط على أطراف الصراع كانت في من الجانب الشرعية أو من جانب الحوثيين وكذلك أيضا الانتقالي بالامتثال للإفراج عن المعتقلين خاصة مع تفشي وباء كورونا الذي يعاني فيه المعتقلين من الإهمال الصحي وكذلك أيضا عدم الاهتمام بهم من الجانب الأمن الإنساني والأمن الغذائي والأمن الصحي، بالتالي يواجهون مخاطر حقيقية فيما إذا تفشوا. وحقيقة هناك بعض المعتقلين وكذلك السجناء الذين فعلا أصابتهم كورونا لكن للأسف ترفض السلطات التصريح بهذا الكلام خوفا من اللوم من قبل المنظمات أو من قبل الفاعلين في ملف حقوق الإنسان. المحامية هدى الصراري رئيس مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك لنا هذا الحوار والدور الذي تقومين به أيضا في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياتهم وحقوق الشعب اليمني. شكرا جزيلا محامية هدى. وأختم مع المحامي عبد الرحمن برمان. محامي عبد الرحمن، في ذات الموضوع، يعني حوار واتفاق رياض الرياض وكذلك آلية للتسريع، وهناك مختطفين في سجون غير شرعية ولدى جماعات مسلحة لم تدرج ضمن بنود هذا الاتفاق ولا شروطه، ما تفسيره وتعليل هذه النقطة؟ والحقيقة يعني الأطراف الصراع في اتفاق الرياضة للأسف الشديد حتى الحكومة الشرعية التي يعني يعول عليها الشعب اليمني باعتبارها مسؤولة عن يعني دفاع عن حريته وعن توفير الأمان له لم تكلف نفسها أن تضع قضية المعتقلين على طاولة الحوار وأن تشترط الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسريا. أنا عندما كنت أتابع هذا الأمر وكنا نسعى إلى أن يضع هذا ضمن بنود اتفاقية الرياض وعندما تجاهل هذه المطالبات اللي كنا قد طالبنا فيها قلنا أنه اتفاق الرياض هناك الأطراف تسعى إلى إفشاله، لو كان هناك نية صادقة لجعلوا قضية المعتقلين والمخفيين والمتواجدين حاليا في السجون والمعتقلات ظلما
لجعلوها علامة وعنوان عن بناء الثقة، وأيضا إرسال رسالة إلى اليمنيين على أنه اتفاق الرياض هو يعني أنه مقبلين على تطبيقه وعلى استقرار وعلى عملية استعادة الدولة وعودة الحكومة الشرعية إلى عدن. لكن للأسف الشديد يعني هذه الاتفاقية حتى الآن لم ينفذ منها شيء، وكانت هي أبسط الأشياء أن يفرج عن المعتقلين. نعم، المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة، شاركتنا هذا الحوار، ودائما بصوتك وعملك وجهدك مناصرا لقضايا حقوق الإنسان وللمختطفين وللمسجونين ظلما في كل ربوع بلدنا الحبيب عند ميليشيات هنا أو هناك. فأشكرك جزيل الشكر لمشاركتك لنا ولجهودك الطيبة وكفاحك من أجل حقوق الإنسان. شكرا أستاذ عبد الرحمن. شكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المختطفين والمسجونين ظلما بفرج قريب يلم شملهم مع أسرهم، وتأتي الأعياد عليهم وهم مجتمعون، وتزول منهم هذه الغمة وترتسم في أفواههم الفرحة وفي أفواه أسرهم. دمتم في أمان الله مشاهدينا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.